أحيانا تكون بحاجة للمساعدة، ولكنك تتفاجأ بأن هذه المساعدة أتت من طرف من كنت تظنهم بعيدون كل البعد عن تقديمها، وخصيصا إذا كانت الحيوانات هي من ساعدتك. ففي بعض المواقف، تشعر بأن بعض الحيوانات لديها فطرة وذكاء يتعدى ما عند البشر. في هذا الفيديو ستشاهدون 25 موقفا لحيوانات ساعدت البشر وأنقذتهم من الموت. بداية، مرحبا بكم في قناتنا، ما هو السر؟ متابعينا الكرام، نود أن نعلمكم بأن ضغطكم على زر الإعجاب بمثابة دعم لنا ولقناتنا، فلا تبخلوا علينا بدعمكم لنستمر. وقف هذا الكلب الصغير على الطريق محذرا السائقين بوجود طفل يحبو باتجاههم، خوفا منه بأن تدهسه السيارات المارة على الطريق. وقد كان أبويه مشغولين عنه عندما تسلل وحبا باتجاه الطريق، وقد نجح بإنقاذ الطفل. فقد انتبه أحد السائقين ونزل لإبعاد الطفل وإعادته إلى المنزل. عند انشغال المدرب مع حيواناته المفترسة، حاول أحد الفهود أن ينقض عليه من الخلف، لكن هذا النمر منعه من ذلك وأنقذ مدربه من موت محقق. كان هذا الطفل يحبو بسرعة باتجاه السلم، ولكن غريزة هذا القط وشعوره بالخطر دفعته للوقوف أمامه ومنعه من المتابعة. كان هذا الدب الجائع يبحث عن شيء يأكله، ما جعله يقتحم أحد المنازل المأهولة. ولكن هذه الكلاب الوفية قامت بطرده وإبعاده عن القاطنين بهذا المنزل. دخلت هذه الأفعى الكبيرة إلى الفناء الخلفي للمنزل، وتحديدا إلى المكان المخصص للعب الأطفال، ولكن الكلاب أبلت بلاء حسنا وبرهنت من جديد بأنها الحارس الوفي لكل من يقطنون المنزل. يحاول هذا الهرة إبعاد الطفل عن سياج الشرفة، ومع أن ارتفاعها كافيا ليحول دون سقوطه، لكن غريزة هذا الهر وحرصه الزائد جعلته يمنع الطفل من محاولة تسلق السياج. إن هذا الكلب يقف على الطريق في وسط الغابة منتظرا المساعدة، فقد كان منزل صاحبه يحترق، ولا يوجد من يساعد في هذه الغابة، فوقف على الطريق حتى جاء أحدهم، وراح ينبح ويركض أمامه طالبا منه المساعدة، حتى أوصله إلى المنزل المحترق. كان يعبث هذا الطفل في الفرن الكهربائي، ولكن القط بذكائه شعر بالخطر المتوقع، فأبعده عنه. في هذه المشاهد تستشعر حقا بوفاء الكلاب لأصحابها، فهذه السيدة المقعدة ليست بحاجة لأحد بوجود هذا الكلب الوفي. فهو مرافق لها دائما، ويستلم لها النقود من الصرافة، ويساعدها في التسوق. حتى أنه يساعدها في خلع جواربها، وكل شيء في حياتها اليومية. تفاجأت هذه الفتاة بإحدى الحيوانات المفترسة بالقرب من منزلها، ولكن كلبها ساعدها بالهرب معرضا نفسه للخطر، فقام باعتراض طريقه ليساعد الفتاة بالهروب. أغمي على هذا الشخص في الشارع، ولم يكن برفقته سوى كلبه، ولكي يطلب له المساعدة، بدأ يعترض طريق السيارات لينتبه على صاحبه الملقى على جنب الطريق. عندما انتبه هذا الكلب انشغال الفتاة بهاتفها، ذهب وجلس أمامها ليمنعها من السقوط في حفرة كانت أمامها، وقد نجح بلفت انتباهها وإبعادها عن الحفرة. كانت هذه الطفلة تحاول النزول عن الكرسي، ولخوف هذا القط من سقوطها، بدأ يحاول إجلاسها حتى تأتي المساعدة.
يمثل هذا الرجل بأنه يضرب ابنته ليرى ردة فعل الكلب على ذلك، وكما تشاهدون، كانت ردة فعله جيدة جدا. حاول هذا السارق سرقة الحقيبة الخاصة لهذه السيدة، ولحسن الحظ كان هناك كلب في الجوار، وعند هجومه على السارق ركض هاربا وترك فكرة السرقة. سقط هذا الرجل أرضا ولم يستطع النهوض، فاستلقى حصانه على الأرض بجانبه، ونهض به بعد أن ركب على ظهره. استقبل هذا الرجل ضيفا على ما يبدو أنه غير مرغوب فيه، ولكن الكلب لقنه درسا لن ينسى. نزل هذا السارق من على السور وكان مرتاحا لعدم وجود أحد في المنزل، ولكنه تفاجأ بشراسة هذه الكلاب لدفاعها عن ممتلكات أصحابها. أنا واثق بأنه تمنى أن يصادف صاحب المنزل بدلا من هذه الكلاب. صورة جديدة من صور الحب والوفاء يقدمها لنا هذا الكلب بمرافقته لصاحبه المقعد. أحيانا بعض الحيوانات قادرة على تقديم ما يعجز عن تقديمه البشر. قفز هذا الكلب بدون تردد إلى الماء واستطاع إنقاذ هذا الغريق. اقترب هذا الدب من المنزل، وبرغم حجمه الكبير لم يمتنع الكلب من إبعاده لشعوره بالخطر تجاه من هم بالداخل. شكرا لكم على متابعة الفيديو حتى النهاية، وإن أعجبكم، اضغطوا على زر الإعجاب، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس. دمتم بخير.